تلقى حارس مرمى فريق الشباب عمار البلوشي عقدا مع فريق الجهراء، ولم يتم الكشف عن التفاصيل الأخرى المتعلقة بالصفقة. يذكر أن نادي الجهراء سبق وأن تقدم بطلب رسمي لضم الحارس البلوشي في شهر يناير من العام الحالي. في الجولة الأولى لبطولة الدوري الأوروبي، خسر مانشستر يونايتد الإنجليزي خارج أرضه أمام مضيف فينورد الهولندي بهدف نظيف. وعلى أرضه خسر فريق نيس الفرنسي أمام شالكة الألماني بهدف نظيف أيضا. وانتصر فياريال الأسباني على ضيف زيورخ السويسري بهدفين لهدف. أكد البرازيلي نيمار نجم برشلونة الأسباني بأنه تفاوض خلال الفترة الماضية مع إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أنه قرر في النهاية البقاء مع الفريق الكتالوني. ورفض نيمار الاتجاه إلى التدريب بعد نهاية مشواره الكروي، مفضلا البقاء بجانب أسرته. ذكرت وسائل الإعلام الأسبانية بأن الأرجنتيني السيد دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الأسباني قرر الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي من أجل تدريب أحد الفرق الإيطالية والتي لم يكشف عنها الإعلام الأسباني.